نور القبور طياب الحمراء بالهند هم يقولوا اصبر حنا اليوم جينا هنا باش ندافعوا على الحقوق ديالنا لان بغاو هذا الاضراب يحيدوه. حنا راه ضد هذا الشيء. تقريبا حنا راه كاينين بشي 1700 مركبات نفايه اللي كنخدموا في الشتوكه ايتباها كنقلوا العمال الزراعيين الباترونه والفلاحه والشركات. اليوم الى تحيد هذا الاضراب راه هذا الاضراب هو السلاح الوحيد باش كندافعوا على الحقوق ديالنا. مثلا كيشد لينا شي منخرط ديالنا كنمشيو كنعتصموا وكنديروا اضراب وكيطلقوا لنا داك المنخرط ديالنا لان حنا كندافعوا على الحقوق ديالنا وهذا الشيء اللي كانوا ديروا. المهم اخويا حنا راه كاينين الاخوان ديالنا اللي شارين هاد البيكوبات بالكريدي بزاف. الاخوان راه عندهم ليطاري وعندهم بالكريديات بزاف. راه الا مشاو تقصاونا راه دوك الناس راه غيضيعوا. راه داك الشيء باش كيصرفوا على وليداتهم وعلى والديهم الله يكون في العوان كل واحد والظروف ديالو. تحت اللواء النقابي فيدراليه النقابات الديمقراطيه حنا اليوم امام ولايه اكادير لمؤازره الاخواننا الجبهه المغربيه من اجل وقفه احتجاجيه اللي حتى حنا معنيين بها هي قانون الاضراب ورفع السن التقاعد. كما كتعرفوا حنا اصحاب المركبات النفعيه اللي هو قطاع غير مهيكل وقطاع فيه مجموعه من الاكراهات وحساس بزاف، يعني باش اننا ناخذوا الحق ديالنا هو الاضراب، والاضراب هو السلاح الوحيد اللي كنتوفروا عليه حاليا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.